فيديو تم إعادة تداوله بشكل كبير باليومين الماضيين لسيدة سورية دخلت بنقاش حاد مع مجموعة من المواطنين الأتراك حول موضوع المساعدات المقدمة للسوريين بتركيا. خلونا نشوف مع بعض. Biz akşama kadar canımız çıkıyor. Bir iş yapalım da bir şunu yapalım, bunu yapalım diye. Onlar ne yapıyor? Masa başında oturuyorlar. Alacağını alıyor. Bizler ne yapıyor? Hiçbir şey. Ne bebelerin işi var, ne şeyleri var. Suriyelileri getirdi, onlara bakıyor. Bizlerde sürünüyor. Aç mısın diyen yok, tok musun diyen yok. Ne yapacak? Ben de Suriyeliyim ama o bize maaş vermiyor. Ben size şöyle bir anlatmak istiyorum. Biz Avrupa bize vera veriyor. Biz Türkiye'den maaş falan almıyoruz. Ben de Suriyeliyim ama hiçbir yerden maaş almıyorum. Ama verdiklerine veriyorlar. Ne veriyor? İspatın var mı sana bize verdiklere? Tayyip babamız şöyle böyle değil. يعني فجأة تلاقي حالك قدام مجموعة من الأشخاص، واحد بيتهمك بالجبن والتاني بيتهمك أنك عم تاكل من رزقه، وبتكون أنت عم تشتغل ليل نهار حتى تأمن لقمتك من عرق جبينك. هذا الموقف خلى الآلاف يشاركوا الفيديو ويعلقوا عليه. بعض التعليقات مثل جلال اللي قال برأيي الموضوع طبيعي لأنه اللي عم بيحكوا عم ينتقدوا الرئيس أردوغان بكثرة مصروفه وراتبه أيضا، وواضح أنه اختاروا أشخاص معارضين. أما ما يسفع عم تقول والله ما قصرت فيهم، بس عبس ما بدهم يقتنعوا، عملونا شماعة يعلقوا أخطاء حياتهم كلها علينا. أما ياسمينة فعم تقول شي بزعل وبيقهر أنه تكون بمكان غير مرغوب فيك بس أنت مجبر تقعد فيه. أما هاني فعم يقول أنا بعتب على أردوغان بسبب هاي المواقف، أنا وأحد الناس اللي بتصير معي مع العلم ما طلعنا كرت هلال من لما جينا على تركيا. أردوغان لازم يطلع بذات نفسه ويفهم الشعب التركي، مع احترامي على هاي النقطة، إلا إذا هو بده هاي النقطة تصير كراهية وبعدين تتحول لحرب بالتدريج. أما علي فعم يقول من كم يوم إجا زبون تركي لعندي على المحل وسألني كيف بقدر أخذ الجنسية السورية لحتى أخذ مساعدات مثلكم. هن مقتنعين إنه المساعدات اللي عم ياخدوهم بعض السوريين مو الكل، إنه المصاري من حقهم ومو من تعبهم. أنتم مشاهدين برأيكم شو الحل حتى توصل المعلومة الصحيحة من مساعدات السوريين، وشو هو سبب هذا الاحتقان بالشارع اللي عم نشوفه مع كل نقاش بيظهر للعلن؟